السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على وين الريال مدريد يمنع دياز من المنتخب المغربي، يعني وخاصة في كأس إفريقيا القادمة بالكوت ديفوار، وين يواصل الاتحاد المغربي لكرة القدم استقطاب عدد من المواهب المتألقة في مختلف الدوريات الأوروبية من أجل ارتداء قميص المنتخب الأسود الأطلس في استحقاقات المقبلة، أبرزها بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة في ساحل العاج. وفي الوقت الذي نجح فيه الاتحاد المغربي في جلب مواهب صاعدة بالاعتماد على كشافيه في أوروبا، فإنه في المقابل لم يحسم بعد مسألة ضم الموهبة، يعني نقولوا بلي أعلن بأنه سوف يلعب المنتخب المغربي موهبة ريال مدريد الإسباني إبراهيم دياز بسبب وجود عناقيد تحاول دون تحقيق حلمه، يعني باللعب كأس إفريقيا بعد ارتداء قميص المنتخب الإسباني تحت 21 سنة. ووفقا يعني وفق لموقع سوكير يعني سوكار 212 الأحد، نقل وين الخميس ناقل عن الناطق الرسمي للاتحاد المغربي محمد مقروه، فإن إبراهيم دياز عبر عن استعداده لتمثيل المنتخب الأسود الأطلس في استحقاقات مقبلة، لكنه يواجه عراقيل من نادي ريال مدريد، الأمر الذي قد يهدد بتأجيل انضمامه لكتيبة المدرب وليد الركراكي بعد كأس إفريقيا. هي غادي ما نعرف ما تجيبش، حنا نقولوا كيما هكا بصح ما تجيبش، يعني لاعب كبير هذا إبراهيم دياز، لاعب كبير يعني وين هو جهنا المغرب، جا المغرب تاعو، جهنا المغرب وعطى الموافقة تاعو، تما مازال ما علنوش يعني من الاتحاد الاتحادية المغربية برك، مازال ما علنوش عليها برك هذا مكان. وفي هذا الإطار وكشفت مصادر مسؤولة بالاتحاد المغربي لكرة القدم يوم الخميس عن أن النجم نادي ميلون الإيطالي الأسبق يواجه ضغوطات من ريال مدريد، ولا سيما من مدرب كارلو أنشيلوتي الذي لا يريد خسارة إبراهيم دياز في بطولة كأس أمم إفريقيا بالساحل العاج 2024 بعدما أصبح أحد ركائز التي يراهن عليها حاليا. وحول موقف يعني وحول موقف المدرب وليد الركراكي من خطوة نادي ريال مدريد، أكد المصدر نفسه أن لا يستعجل انضمام إبراهيم دياز إلى المنتخب المغرب رغم القيمة الفنية التي يمكنها أن يقدمها لزملائه قائد رومان سياس، وذلك رغبة منه في عدم الضغط أكثر على هذا الموهبة الشابة. وتابع وين يحاول المدرب الركراكي استفادة من خدمات إبراهيم دياز في بطولة كأس أمم إفريقيا بالساحل العاج، وإذ فشل في ذلك سيضطر إلى تأجيل استدعائه في شهر مارس المقبل، حيث سيخوض المنتخب المغرب تصفية مؤهلة لبطولة كأس العالم 2026. والجديد بذلك أن المنتخب المغرب سيخوض معسكر تدريبي، يعني وين نقولوا باللي في قال لك وقيلة في غينيا ولا ما عرف والله ما على بالنا، المهم وين تحضير يعني الكأس افريقيا هذه هي. لاعب كبير هو، هذه هي لاعب كبير دياز، بس هما تبان لهم هما تبان خويا قيمة كبيرة هذا صغار تاع برك، وكذا بيديرو بيه بينا الشيطانة. هما العوار يا شوبير، هما لا كان يحاسبني بلي عوار تاعي أنا راني نمشي فيه، ولينا الشيطان. يا ولا يلعب يلعب يصور في الدراما على روحه ويبني في مستقبل روحه صحيح والله. مالكم
اش دخلني انا موش مو فهمت نسيت تخدم صاحبي والله قراقي هنايا كي يتكلم ما يبكي قراقي هنايا ما يضغطش على الناس يعايرهم ولا لا قراقي ما يضغطش على الجوار يعايرهم ويقول لهم هذا قراقي ما يعايرش الناس ما يقولونش نساو هاد اللعابة راهم يمثلو في فرنسا ولا يمثلو في اسبانيا ولا لا نورمال يا خويا اقراقي عيالو بسياسة هذيا غاتسا خسر شو بيت تفرجت اقراقي الاخر غاتسا ما دار والو في شيبي والناس نستخدمها نستخدم خويا ما يكرهوش اكتب هذا الاخر اللي قلت انا ودي يعايروا فيه ويديروا له منا هاي هاي الناس ما تقلق ما والو بسياسه يتبعوا بسياسه الناس ما تقلق ما والو هذا هذه هي الدبلوماسية حاولوا يروحوا عند زوار يشوفوا يشوفوا ما يشوفوا ما نبداو بشوية بصح ركراكي ركراكي فاني كيعرف يعرف ركراكي شيخ كبير وقت ما انتم واش كنقولوا بصح شيخ كبير على ركراكي انا نقول لكم شو بيسكلي غادي يدي بالون دور بونو ولا محرز لا يديها بونو لا غادي يديها بونو تما بونو ولا مال وخم عليها احنا ما دارو والو هادو ما يستاهلوش ما نولفوهمش العجز ما يخدموش ويدو لا لا ما نعلموش العجز لازم يخدم ومن بعد يدي معليش هذه هي هذه باش يكون على بالكم ما نعلموش اللعابه ولدك تعلمو العجز غير قد وانت تروح تخلص له الشيخ ويعطيه موايا شابه لا كما يقرا لك شي لازم يخدم العمل ولدي لازم تخدم ولدي ما ترقدش ولا ترقد تكاك تشوف فيها هي بونو يديها وما عارفين الناس علاش هادو هما الناس اللي تخدم خويا خدم يستاهلها بالتالي ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا وان شاء الله ديما معكم بجديد واللي مشي ابوني معنا وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.